في هذا الظرف نستقبل مع بعضنا وسيم المحبودي رئيس جمعية الأمن والشباب التونسي لحماة الوطن. أهلا وسهلا مرحبا بك وسيم. مرحبا بك نداء ومرحبا بكافة المشاهدين التلفزة الوطنية. به تحية إكبار لكم على المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا به. هذا يظهر لي دخلتوا في كل ما ينجم يعاون التوانسة اليوم، وخاصة الناس الواقفة في الصف الأول، أعوان الصحة وإلا الأمنيين وإلا في حملات التعقيم، إنكم تعاونوا يعني في ظل الجائحة هذه. كما تعرف نداء، احنا بالاساس جمعيه امنيه، جمعيه الامن والشباب التونسي حمايه الوطن، اللي تتكون من اطارات نيه وقضائيه ومحامين وصحفيين وناشطين من المجتمع المدني. نعم. يعني كافه الاطراف المتداخله في النسيج المجتمعي التونسي. ايه اللي هي تمثل السلطه تقريبا. اللي هي حاولنا الاطراف يعني اللي موجوده مع العمل اليومي للدوله التونسيه تكون مجتمع مع بعضها، باش وقت نلقوا خلاف بين معناها الهياكل هذه او مثلا في دراسات نلقوا الشرائح الكل موجوده بيناتنا، سواء كان في اطار معناها باش نقربوا بين السلطات هذه، باش يعني نعملوا مؤتمرات او ندوات يعني في حاجه تخص المجتمع التونسي. واضح. به انتم يظهر لي ما خليتوش شكون في ذائقه، قاعدين تدوروا على الأعوان الصحة، قاعدين تمشيوا للأمنيين اللي كيفكم زملائكم، إذا كان بالإعانات بالنسبة للأكل معناتها توفروا لهم، وهذا مهم راهو ماهيش حاجة بسيطة، معناتها تعرف اليوم إنسان يبدأ يخدم ساعات ما ينجمش يخرج باش ياكل حاجة، ساعات ما يتوفرلوش، احكي لي شنو اللي عملتوا في الإطار هذايا؟ يعني دوب ما دخل معناها مالوريزمون فيروس كورونا للجمهورية التونسية. أيوة. وكما أعلن السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وطلب من المجتمع المدني يعني جهود الدولة التونسية في إطار احتواء الفيروس هذا يعني وسبيل معناها مكافحته والقضاء عليه. ما بقيناش نستناو، احنا الحملة نتاعنا توا عندها حوالي معناها جمعتين 15 يوم، يعني بدينا من الأول في الحماية، الحماية تتمثل كنا يعني طرحنا المبادرة نتاعنا لتعقيم المراكز والمرافق الأمنية يعني بكامل ربوع الجمهورية التونسية. أيوة. احنا المبادرة نتاعنا على عدة أطراف، مشكورة جم مؤسسة حمزة الإعلامية اللي فيها جلد 24 ومؤسسة قبل الأولى، يعني كانت معناها تبنيت الحركة والحركة ومولتها، وبدأت بتعقيم معناها عشرات يعني المرافق الأمنية اللي هي تتمثل في إقليم الأمن الوطني بتونس وإقليم الأمن الوطني ببنعروس وإدارة شرطة ومنطقة الحرس الوطني بتونس ومنطقة الأمن الوطني بباردو ومنطقة الأمن الوطني بمقرين، كذلك منطقة الأمن الوطني ببنعروس ومنطقة الأمن الوطني بجبل جلود ومنطقة الأمن الوطني بسيجومي. هذا بالنسبة للتعقيم. للتعقيم. أيوة. شنو العمل في ظروف طيبة ما فيهاش مخاطر؟ هو في الأساس قلنا تعرف إن المرافق الأمنية يعني هي أكثر بلاصة تصير فيها كونتاكت بالمواطنين. أيوة. قلت لك إحنا بالأساس إحنا جمعية أمنية. دونك مشينا في إطار يعني حماية زملائنا وحماية المواطنين اللي يرتادوا المرافق الأمنية هذه. تعرف لا قدر الله يعني لو مواطن معناها جاب الفيروس هذاك ينجم ينتشر في المؤسسة الأمنية اللي هي معناها المكافحة رقم واحد، شراكة مع إخوانا الجنود معناها الطبلية البيضاء يعني الطبي وشبه. دونك مشينا في إطار التعقيب. نعم، وخاصة أنه يعني الأمن في علاقة مباشرة مع المواطنين، يعني لا قدر الله مع أمني مصاب ينجم يعدي قداش من مواطن، وهو كذلك يعني اللي هو مش ذنبه أنه ما كانش عنده حماية يعني كافية. يعني بتعقيب عشرات يعني حوالي 30 مركز أمن، يعني حوالي معناها 15 منطقة، أكثر من 4 إدارات مركزية، كذلك يعني السيارات الموضوعة على ذمة مجلس النواب اللي تأمن فيه، السيارات الأمنية اللي تأمن في رئاسة الحكومة، يعني البلايص الحساسة اللي يرتدها برشا مواطنين ويصير فيها برشا كونتاكت. أيواش. دونك مرينا بعد المرحلة الثانية نتاعنا اللي هي توفير معناها لمج وأكل للأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة والحماية المدنية والسجون والأسلحة اللي هما في الصف الأولاني، وكذلك أعوان الصحة. يعني ذوما ناس يعني قاعدة تخدم في الوطن، تعرف اللي كوفر فيه يبدا حوالي 6 متاع العشية، الليل يطول والنهار يقصر يعني، وفي الليل كل شيء مسكر، دونك خممنا في لازمنا نوفروا لهم يعني لازمنا نوفروا لهم. دونك كيف يعني تعرف خدمنا شبكة العلاقات نتاعنا وطرحنا المبادرة نتاعنا عديد الأطراف. مشكور خونا علي كحلة اللي هو معناها عنده حوالي 10 سنوات يقوم بمأدبة الإفطار يعني بجهة الكباريه، تعرف احنا حبينا نسوقوا للمناطق الشعبية هذه ايش معناها تخرج وتولد كان الاجرام، لا المناطق الشعبيه بالجمهوريه التونسيه تخرج في اطار
في الدولة في نخب سياسية ويعني إدارية فيها برشا تكافل وبرشا رحمة موجودة في المناطق بتاعنا الشعبية التونسية. بالرغم يعني للناس اقترحت علينا علي كحلة كان سباق قال أنا رسمي وكيما نعمل في مأدبة الغذاء هذه في رمضان أنا نتكفل بالناس هذم. البادرة متاعنا تو عندها ثلاثة اللي هي معناها المرحلة من الحملة متاعنا في إطار توفير وجبات الأكل للأمنيين اللي يخدموا عسكريين والإطار الطبي وشبه الطبي وكذلك يعني فما برشا ضعاف حال ناس هذوما مالقوش باش ياكلوا تعمل فما تعرف فما كوفر فو فما حجر صحي عام يعني لمده نعم. 24 على 24 ساعه فما ناس ما ينجمش يخرج من داره وعندهم وضعيات خاصه كذلك فما أفارقة موجودين بالجمهورية التونسية بقوله هنا ما يخمم فيهم حد ما عندهم حتى حد هم ضيوفنا يعني بالحق نقولها ونزيد احنا بالاساس بقطع النظر معناها على الطريق اللي صاير عندنا جانب الرحمه احنا عندنا جانب الرحمه دونك هذوما ضيوف عندنا وخيانا خممنا فيهم ما دام فماش شكون غيرنا خمم فيهم به انا باش نستسمحك شويه عليه على الهاتف فضل. خلينا ناخذوا رحبوا بيه احنا تمنينا يكون حاضر بحذنا لكن نتاسفوا ان ما نجموش يكونوا دو انفيتي هذا احنا زاده ماخذين الاجراءات نتاعنا في الوقايه الو على السلامه عليه اختي العزيزه مرحبا بك اختي زاهر صباح الخير علي شو احوالك ربي يفضلك يرحم والديك عايش اختي الباهي عايش ربي يفضلك تحيه كبيره ليك يا علي على المبادره هذه تحيه ليك انك بالحق صاحب قلب رحيم وتعاون برشا من مقادر كما كان يحيى وسيم الى اللائحه هذه انت كنت واقف يظهر لي مع بلادك والله يا اختي العزيزه بارك الله فيك ونشكركم معناها ديجا على القناه الاولى معناها ديجا اللي استقبلتني وربي يفضلك يعيشك وديجا نشكر خويا وسيم ديجا اللي مع ذاك زيد ربي يفضلك انت وياه يعيشك الحمد لله والله يا اختي العزيزه تونس هنا كان شويه من وشويه منك انت وشويه مني انا وشويه من الحكومه وشويه من معناها من سيد الوالي من كل واحد مثلا يبدا مثلا من منطقته من بقعه ربي نحط اليد مع بعضنا قدره ربي تمشي في خير باذن الله تونس تمشي في خير نحطوا اليد اليد الناس الكل مع بعضهم خاطر انا وقتها النهار اللي تفهمت انا وخويا وسيم معناها كل صورت اللي معناها كلمناهم ولا كلمتهم انا سيد الوالي سيد المعتمد معناها ديجا رئيس المنطقه مشكور معناها بالمنطقه جبال جلود الكل معناها ديجا اللهم صل على النبي زيد البارح مشينا لمنطقه المروج كلمنا رئيس المنطقه زيد تاع معناها تاع المروج بارك الله فيه معناها ديجا اي بشر صدقيني اختي العزيزه اي بشر نطلبوه في الامن ولا في الديوانه ولا في اي حاجه الكل اللهم صل على النبي معناها زيد عندنا خونا ديجا معناها بار وسيم تو وسيم تو في ما شاء الله في معناها في الامن عنا زيد معناها خونا زيد من حومه زيد من الكباريه كل اولاد الكباريه معناها كل معناها بوليفه معناها ديجا معروف في الديوانه زيد كيف كيف دار البارح على المطار دار على صدقيني اقسم لك بالله البارح مسكين حتى معناها ديجا سهيل بوليفه البارح حتى مشى الرادس مشى للمطار مشى للعالقرويه مشى دار تاع الديوانه الكل البارح حتى العشرة تاع الليل وهو يدور يفرق معناها ديجا في النخ هو وخويا وسيم زيد البارح كيف كيف ما شاء الله اللهم صل على النبي علي بالله نحب نسالك يعني علي نحب نسالك يعني احساسك كمواطن تونسي انك تروح قدم في حاجه خلينا نشوفوا الجانب الاخر راهو تعب ومش كان اشقاص فيها برشا تعب وفيها تضحيه وفيها مخاطره لكن شنو الحاجه اللي تحس روحك متميز بها اليوم على اي تونسي اخر مش قاعد يقدم في العون البلاد وحتى انه يشد دار ويقعد في الدار انا قلت لك مرتاح اختي الباهي انت كي تشوفي معناها ديجا المطعم الوحيد اللي معناها متصور معناها في العالم معناها محلول يعني كلموني اصحابي كل من كل العالم كلموني من كل العالم خلوني تمنيت راهو في فرنسا في المانيا في امريكا عندنا واحد كيفكم انتم هكايا والامن نتاعكم معناها اللي يخلوكم معناها هكا تفرقوا للناس والناس الزواولة واللي يخدموا في البلديات واللي في الواحد معناها علاش قلت لك زيد الشق للحكومه اللي خلتنا معناها باش نعملوا باش نهزوا في الليل ونفرقوا على البلديات ونفرقوا معناها على الناس اللي تعس في الليل وعلى حتى اللي معناها اللي في الدابز اللي اكل عزيز ما يخرجوش مساكن نزورهم لديارهم ونزورهم قضيات انا هذه زيد شكرا للدوله شكرا للناس الكل هذا سهل في الطريق نعم ثبتني معناها اختي العزيزه انت اي واحد نزل التليفون من اصحابي ولا من واحد وقول له راني حاجتي كذا كذا ما عمره ما قال لي حتى حد زيد هنا الكوشه معناها الدبوات مع العطر صدقيني ما بالحق ما عندها تجيب حتى في زيت الزيتونه وخلطوا بها
معناها شكرا للتوانسة كل زيد بار كبير. نعم علي. حتى الشعب التونسي بارك الله فيه اختي العزيزه. نعم علي شكرا وتحيه ليك وتحيه لكل اهالي الجبريه وكل المناطق نتاعنا الشعبيه. نشكركم ونشكركم معناها نعملوا عليكم بارك الله فيكم. علينا نعملوا عليكم انكم توعيوا بعضكم بانه الناس كل لازم تشد ديارها وتقعد في الدار. يسامحيني كي يجيبوا القضيه ويجيبوا لنا العم ويجيبوا لنا الواحد رانا نجموا نوفروا حتى 1000 و1500 ماكله كل يوم. يعني لو نحن انا نعملوا في 600 كل يوم نوصلوا حتى ل 1000 و1500 كل يوم ان شاء الله. اكثر من هكا. نعم هذا نداء اكيد للتبرع للريستورون باش ينجم يطيب للناس اللي في الصف الاول وقاعدين يقاوموا في الجائحه هذه. علي شكرا ليك وتحيه كبيره ليك وتحيه لكل قلب تونسي رحيم قاعد يعاون في تونس اليوم. اذا نرجع لك وسيم باش ما نهضموش حق العباد. أيوة. نعرف ديما الجمعيات فما شكون ينظر يقول لك الجمعيه ماهيش كما هياك الاخرى دونك تلقى البيروقراطيه نتاع معناها في اطار التسهيلات. أيوة. الحق شكر جزيل وجد مش من باب مرور للسيد اقليم الامن تونس اللي دوب يعني معرضنا عليه مبادره هو السيد المدير وعدنا بادره تتمثل معناها قال كل المسانده وندعمكم ماليا واداريا كذلك. يعني كان حضر معنا في النهار الاولاني السيد كاتب عام ولايه تونس نيابه. أيوة. عن السيد الوالي وقال انا ندعمكم كذلك السيد رئيس الدائره البلديه بالكباريه ندعمكم ماليا وادبيا وكل شيء كذلك السيد معتمد الكباريه وكافه العمد. يعني لقينا تكاتف من كافه الصبح تصور ان نحكيك لحمي قشعر معناها كنا نقولوا بالك يعني نلقوا عراقيل بالك زاد الناس تخاف تقول لك لا القانون والحجر الصح العام. نعم. ولكن البادره الانسانيه نتاعنا يمكن كانت الاولى من نوعها يعني في القطر التونسي لقات استحسان الجميع بالحق كافه رؤساء الوحدات الامنيه السيد رئيس منطقه الامن بجبل جلود ومقرين وبناروس وبرضه باش ما ننسى حتى حد والسيجومي ويعني سيد حسين الكل يعني يكفي نكلموا معناها جانب يقول لك مرحبا يعني بكم يعني موفريكم ظروف باش وما يعني خاصة يعني أبار الأمنيين احنا قاعدين نقدموا يعني في الوجبات هذه للناس المحتاجة يعني فما ناس ما لقاتش ما تاكل يعني صحيح. بالحق أنا يعني فما عائلة يعني مشيت نلقاهم يعني امرأة بالحق هذه معناها مسكينة عندها زوز ولادها عندها زوز ولادها معاقين قالت لي ثلاثة أيام على شطر خبزة مولا الدار يحب يخرجها مسكينة ما عندهاش ما تاكل دونك احنا الناس هذوما ما مثلا ما حاشناش بفلوس بالحق نداء وكما يعني قال احنا ما حاشناش بفلوس أي. ما تعطوناش فلوس كانوا مثلا تبرعونا ولت البارح يعني بقره يعني ما دفعناش فيها حتى مليم يعني جا الزار تبرعنا بقره الناس تجيب لك الخضر الناس تجيب لك الماء نداء احنا ما بحشناش بفلوس تبرعات فقط معناتها جيبونا كما كان يحكي عليه زاد هو برشا عليه مسكين عنده 12 سنه 12 سنه زاد يخلص فيهم وما بيه الناس هذوما دونك تبرعوا له بالخضره باللحم وكما قال انا مستعد نعمل 1000 و1500 و2000 اكله للناس اللي تخدم الفرق. فقط معناتها يتوفر التبرع متوانسه اللي برشا اليوم يحبوا يتبرعوا ويحبوا يعطيوا. شكرا لك وسيم يعطيك الصحه وان شاء الله مجهود موفق وان شاء الله في مجهوداتكم قد ما تتقدم تكونوا حاضرين معنا لهنا في البلاتو يعطيك الصحه. انت زاد على المسانده نداء وتقنيه اللي يعني من نهار اللي عملنا كنتوا اتصلتوا بيا وقلتوا ندعم معكم ومعاكم خاصة على الناحية الإعلامية. أكيد احنا نتكاتفوا مع بعضنا إذا كان الأمن إذا كان الإعلام المجتمع المدني هذا دورنا اليوم. شكرا لك يعطيك الصحة.